مباشر على قناة شوف تي في اف. تحية للجميع جميع متابعي القناة، فتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في. بصحة فطوركم متابعي القناة، تحية للجميع. جولة بإقليم تازة أصدقاء القناة، ساعة قبل الفطور. تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في، وجولة نشوفوا الأجواء بإقليم تازة تزامنا مع شهر رمضان الأبرك. متابعي قناة شوف تي في، ما عسنا أن نقول الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. فنتمنى الخير من عند الله، نتمنى السلامة للجميع، نتمنى جولة مباشرة من إقليم تازة أصدقاء قناة شوف تي في، وتحية للجميع جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. متابعي القناة، فتحية للجميع جميع متابعي قناة شوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. هانتوما الأجواء بإقليم تازة متبع قناة شوف تي في، ما عسنا أن نقول الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة. المغرب نتمنوا الخير من عند الله، نتمنى السلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف تي في. ما هي إلا أيام متابعي القناة وغادي نتوحشوا هذه الأجواء الرمضانية، لكن نتمنوا التزام الساكنة والتزام المواطنين بالتدابير الاحترازية، ويعرفوا بأن الكوفيد 19 مازال معنا متابعي قناة شوف تي في. فما عسنا أن نقول الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء من ربوع المملكة المغربية. تحية للجميع، جولة بإقليم تازة متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الرمضانية، أقولها جولة رمضانية متابعي القناة، ونشوفوا الأجواء كيف دايرة شهر رمضان. فتحية لكم من هذا المنبر، منبر قناة شوف تي في، تحية للجميع جميع أصدقاء القناة داخل المغرب وخارج المغرب، مرحبا بكم. سي الغازي حياك، شكرا غازي من القرسيف، تحيه لك ناس تازة قمه الاخلاق ما شاء الله، شكرا بزاف. ملك مرحبا، مرحبا عادل، مرحبا عادل، يا لا حول ولا قوه الا بالله، اعتذر قلت كلمه عادل، اعتذر مسابقا شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في. بعض المرات كيحضر معنا دباب الكتروني، كنا خصنا نتجاوزوا الدباب الالكتروني وبقى نجاوبوا غير الاسئله اللي بناء متابعي قناه شوف تي في. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في، وتحيه لكم من هذا المنبر، منبر القناه متابعي القناه. جوله باقليم تازة، شكرا سيدي عزيز، مرحبا بك سي عزيز الغزال. جواد شكرا اخي جواد، اقولها خصنا احترام قرار الحكومه يا اخي جواد، راك كتشوف نسبه الاصابات مجموعه من المدن المغربيه ومازال كوفيد 19 معنا، خصنا نحترموا الاجراءات الاحترازيه كذا قرار الحكومه يا اخي جواد. مازال الدباب الالكتروني كيبرزنا شويه، ولكن معليش مرحبا بكم معنا متابعي قناه شوف تي في. بعض المرات ملي كتبقى كتقي شي الجرح العمق الجرح
فألف تحية لكم زهرة، مرحبا بك أختي زهرة، تحية خويا الله ينورك، شكرا سيدي حميد، شكرا لك، مرحبا بك معنا، مرحبا معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. قمة النجاح، شنو كتعني قمة النجاح أصدقاء القناة؟ يعني الإنسان قمة النجاح ديالو هي يوم كيلقى ذباب إلكتروني غيتابعو متابع قناة شوف تي في، يعني أنت خدام على راسك وماشي وكتقلب على ما هو أفضل وما هو جديد، كتلقى إنسان جالس في الدار شنو علاقته ما هو إلا ذباب إلكتروني أقولها. فنتمنى أي واحد متابع قناة شوف تي في يخدم على راسه، يتقاتل مع الوقت، يموت مع راسه، راك مغربي تحمل بطاقة تعريف وطنية، لك حق الوجود وحق العمل، وما تديهاش فالناس اللي كيشوشروا عليك على 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 الحياة العملية ديالك، أما الحياة الشخصية فهذيك أمور تخصك يا أخي. وكثرة انتقادات كتبين بأنك في القمة، كثرة انتقادات كتبين بأنك في القمة، وهذه أمور نادرة في إقليم تازة أنها تكون صحافة ذات مصداقية بإقليم تازة، واللي هي قناة شوف تي في. لحقاش معانا هنا واحد الدباب الإلكتروني قصتهم في واحد الجماعة ديالهم، قصتهم مزيان وفضحت المستور وبينت الحقيقة الواقع ما يقع في الجماعة. وديما هاد الدباب الإلكتروني اللي سميته عادل في ما نطلع ندير البث مباشر، كلام نابي، كلام ساقط، كلام ذو المستوى. ما أقول لك إن لم تستحي يا أخي فقل ما شئت، لكن الحمد لله على تواجد صحافة شوف تي في بإقليم تازة، لحقاش هي الصحافة الحقيقية اللي كاينة دابا في المغرب، اللي أنا أعترف بها صحافة الحق. البث المباشر من قلب الفضيحة، والبث المباشر من قلب فضح المستور، وأول قناة أنا كنحس بها قناة الشعب، يعني قناة المواطن قبل ما تكون قناة المسؤول يا أخي. وأقولها بالنسبة لمراسل قناة شوف تي في، من بعد شهر رمضان العودة للتغطيات الإعلامية بالجماعات وفضح المستور داخل كل جماعة على حدة. لحقاش هنا كتخدم بلادك وتخدم الوطن ديالك وكتخدم المغرب ديالك، حتى شعار الله الوطن الملك يا أخي. أما الإعلام فكيجي في الشق الثاني اللي هو المصداقية، ومراسلين قناة شوف تي في ما كيتباعوا ما كيتشراوا، بل مراسلي الحق يا أخي. فأقول لك أيها الدباب الإلكتروني، مرحبا بك في التغطيات الإعلامية ديالنا، كل نهار على قناة شوف تي في كنتواجدوا 24 ساعة على 24 ساعة، والدور ديالنا يا أخي والدور ديالنا يا أخي هو فضح المستور يا أخي. داك الخروقات اللي كنتوا كديروا في الجماعات يا أخي، وداك الصفقات المشبوهة اللي من تحت لتحت، جات قناة شوف تي في باش دير الدور ديالها. خدمة الوطن هو الأول، عاد العمل الإعلامي هو الثاني، الحمد لله. فغريب غريب متابعي قناة شوف تي في انك تلقى في اقليم تازة كاقليم على مدة 30 ولا 40 سنة بدون صحافة، اقليم بدون صحافة، فكيف يعقل متابعي قناة شوف تي في اقليم بدون صحافة؟ حتى جات قناة شوف تي في وفضحت المستور، اول قناة متابعي قناة شوف تي في، اول قناة كتعطي الحق الانسان القروي باقليم تازة يعبر على بالصوت ديالو، يعبر على المتطلبات ديالو. والانسان القروي قناة شوف تي في الوحيدة اللي طلعت المايك للعالم القروي وخلات الانسان القروي كيطلب الماء، كيطلب الضوء، كيطلب البنية التحتية. وبفضل قناة شوف تي في تحققوا هذه المطالب في المجال القروي في اقليم تازة في مجموعة من الجماعات. فاقول للدباب الالكتروني اللي معانا اللي عرفته من قلدامان، انت من قلدامان يا دباب الالكتروني، إن لم تستحي فقل ما شئت يا أخي. فمحد الصحيحة ديالي موجودة، ومحد القلب ديالي مازال كيضرب، فأنا ضد الفساد وضدكم يا أخي. الصحافة اللي جمعت طواس هي الصحافة المشرية يا أخي، هي الصحافة المبيوعة والمشرية. أما نحن يا أخي فصحافة الواقع وصحافة البث الحي اللايف بدون مقص يا أخي، وبدون لغة الجسد، وبدون مقص، وبدون لغة الخشب يا أخي.
حنا صحافه اللايف يا اخي، صحافه البث المباشر يا اخي. اول صحافه كتدخل الاقليم تاعها وكتمشي للعالم القروي وكتفضح المستور بجميع جماعات العالم القروي وبدون ابتزاز يا اخي. سطر على كلمه ابتزاز، بدون ابتزاز، بدون ما اننا نتشراو ولا نتبعو، بلا ما كنطلبوا فلوس ولا كنقبطوا فلوس. منذ تولينا قياده شوف تي في باقليم تازا مخلي الراس ديالها مرفوع يا اخي، ومخلي كلمتها مسموعه يا اخي باقليم تازا. وانت ايها الدباب الالكتروني اعيدها لك، فان لم تستحي فاكتب ما شئت يا اخي. فمتابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وافتحيه لكم. هذا هو متابعي قناه شوف تي في، هكا كيت يا اخي انا يحصل لي الشرف نخدم حتى بصفر درهم يا اخي مع قناه شوف تي في، لانني كنخدم مع قناه الحق يا اخي، وقناه اللي كتهضر على هموم المواطن، وقناه كنعتبرها يا اخي لست باخي، فحاشا باش كنت اخويا يا اخي. القناه يا اخي اللي كنخدم فيها ايها الدباب الالكتروني قناه كتخدم الوطن يا اخي، فهمتيني؟ باش كنمشيو عند عند مسؤولين في جماعات قرويه وكنفتحوا المستور، وسنوات ديال النهب، وسنوات ديال السرقه، وسنوات ديال الخروقات، وكتجي قناه شوف تي في كتحط رجلها في الجماعات. فالف تحيه لك يا قناه شوف تي في. واعيدها، ان لم تستحي يا اخي، يا اشمن يا اخي، ان لم تستحي يا دباب فاكتب ما شئت، ونحن معك على الخط نجيبك يا اخي. وانا رغم انني تعرضت لتصفيه جسديه في بوشفاعه، كانوا غادي يقتلونا وترسلنا السنه وضربونا هرسونا، الا انني فخور فضحت جميع خروقات جماعه بوشفاعه ايها الدباب الالكتروني. رغم انني تعرضت لمضايقات وتفرعت مكتفي في جماعه ديالكم دقلدامان، الا انني فضحت المسور في ذاك الجماعه. وحنا ما جايينش باش نديرو التضليل، جايين باش نبينو الواقع يا اخي. ومحدي في تازا غير صبر يا اخي، راه ما كاين غير الواقع وكلمه الحق، وكلمه الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه ايها الدباب الالكتروني. فمتابعي قناه شوف تي في، عطينا واحد الدرس صغير لهذا الدباب الالكتروني اللي ساكن في قلدامان، اللي ديما في هذه الهضره الخاويه ديالو. عطينا احلام، احلام مرحبا بك اختي احلام، مرحبا جميع متابعي قناه شوف تي في، انتم مباشره معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في. ادريس مرحبا بك يا اخي، راك عارف ضروري نعطيو نقنوا دروس بعض المرات الصراحه من اللي ما شفت. قلوب مفتوحه مع مصطفى الهرداء يا اخي. بعد الدباب الالكتروني يا اخي كيكون الغرض ديالو هو التشويش يا اخي، فرق ما بين انك عندك انتقاد اما كيكون انتقاد بناء او انتقاد هدام، وفرق انك يكون عندك تشويش يا اخي. فالتشويش يا اخي مصطفى كيخصو نجاوبوا عليه يا اخي، قلوب مفتوحه اذا كان تشويش خصنا نجاوبوا عليه يا اخي، اما انتقاد فانتقاد يا اخي نقبله كما كان. ولكن يا اخي مصطفى ديما تشويش ديما تشويش ديما تشويش، راني نجاوبوا يا اخي، علاش؟ لحقاش راسنا ديما مرفوع يا اخي، والدور ديالنا هو خدمه الوطن وخدمه الحق الاعلامي بكل ما يفيد المملكه المغربيه يا اخي، وبكل ما يفيد بلادنا يا اخي. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر وهذه الدردشه المسائيه. سعيد صافا، سي عبد الله صافا، خويا سعيد مرحبا بك، بارك اخويا علينا شويه. سيدي حميد مرحبا، الله معكم اخي، شكرا تزيد، شكرا لك، شكرا لجميع إمام من تطوان مرحبا بك. ناديه ام بي الله يحفظك، شكرا ناديه، شكرا لجميع متابعي قناه شوف تي في، خليهم الله يهدي ما خلق. هذا ما كان احلام، احلام اختي شنو وقع لك؟ سلاح مرحبا، سلام تازي، يا اخي لا اس ام ا عديل ولا هو اللي كنهضر عليه دباب الكتروني يا اخي، قلت له تنتمي الى قلدامان يا اخي، وانا اعرف ما ادا اقول، وانا ضابط الامور ديالي يا اخي. ومرحبا بك معنا في هذا النقاش يا اخي، فمرحبا بكم معنا متابعي قناه الشوف تي في، راني ضابط الامور ديالي يا اخي، ورحنا جينا تما فضحنا المصور يا اخي، مرحبا بك معنا.
الله يحفظك سي دريس، مرحبا بك، مرحبا بالجميع. ايمان، ايمان من تطوان، تحيه لك اختي، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر اختي ايمان. تحيه لجميع متابعي قناه الشوف تي في، اعداء الحق موجودين بكثره يا اختي ايمان، احنا معاك اخي. شكرا، احلام احلام اختي، تحيه لك من هذا المنبر، تحيه لجميع متابعي قناه الشوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. مبروك عواشركم، شكرا مشطه، تحيه لك مشطه، مرحبا بك، مرحبا بهذا البث المباشر. الصراوي سلام اخويا، انا معاك، شكرا، مرحبا بك. ما فهمناش شنو هذه، تبارك الله عليك خويا، تحيه نضاليه، شكرا فاتي، مرحبا بك اختي فاتي، تحيه للجميع، تحيه لك من فرنسا، شكرا صميد، مرحبا سي صميد، مرحبا بالجميع، جميع متابعي قناه شوف تي في، جوله السلام من فاس، الله يعاونك، شكرا سلام، مرحبا بك يا اخي، مرحبا بالجميع، تحيه خويا من خريبكا، تحيه ساكنه خريبكا، تحيه لهم، راني كنستنى فوقاش دير اللايف باش نتفرجوا معاك. مرحبا مرحبا، شكرا بزاف، شكرا بزاف، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر يا اخي على قناه الشوف تي في، تحيه لكم من هذا المنبر، واقول ما دمتم في قناه شوف تي في باقليم تازه فالحمد لله، غتشوفوا كل ما هو جديد وكل ما هو يخدم الصالح العام. تحياتي من جبارنا، اياه صلاح تازي من جبارنا، جينا جماعه جبارنا، سمعنا الساكنه جبارنا اللي يمكن تيزروتين ومجموعة من الدواوير، والجميل سمعنا الحق الرد ديال رئيس جماعة جبرنا اللي هو السي البقالي. أشكروا جماعة جبرنا، أشكروا ساكنة جبرنا اللي هما تيزروتين والساكنة المجاورة، وأشكروا أيضا رئيس جماعة جبرنا السي البقالي على حق الرد. مشينا درنا تغطية الأسبوعين، سمعنا المشاكل ديال العالم القراوي، وسمعنا الرئيس، ف عجبتني التغطيات بجبارنا يا اخي، شكرا. ايمان، ايمان مرحبا، اجمل تحيه من طنجه، شكرا نور، الله يعاونك ويحفظك اخي عبد الله. ايمان، ايمان شكرا اختي ايمان، شكرا خليك لي اختي ايمان تطوان، الله يبارك فيك، عواش مبروك، شكرا شطيبي، مرحبا بك شطيبي. ليلى الف تحيه اختي ليلى، مرحبا بك. لا يا اختي احلام، ماشي كنقلق، ماشي القلق يا اختي احلام، لكن مثلك انت يا دائما 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 دباب الكتروني سميتو عادل، ولا دائما دائما انتقاد نابي وكلام نابي في حقي، فخصني نجاوبو، من حقي نجاوبو، لانني مراسل صحفي نزيه، كنتعامل بكل نزاهه بكل مصداقيه بكل موضوعيه، احترم القناه التي اشتغل فيها، احترم منظومه الاعلام، كنحترم راسي، كندير غير خدمتي، خدمه الحق وخدمه الوطن وخدمه الصالح العام، باش انت يوميا تجي ودائما تجي وتبقى تسبنا بهذا الكلام النابي، فما نسمح لكش، لا ما نسمح لكش يا اخي. انتقاد مره مره من عند شخص معين كنقبلوه، كيتسمى انتقاد وكيسمى نقد بناء او هدام، وكنبقى نصلحو به، كنصلحو الاخطاء ديالنا اللي كان عندنا اخطاء، وبه كان به كنتعلمو، لكن باش نتبقى يوميا تسبنا فلا ما نسمح لكش. هذا ما كان الصبر فاتي، تحيه من اكادير تازا بلادي حبيبه البرانس، حد مسيله، مشينا حد مسيله الجميله، تحيه ناس تازا، شكرا. ايمان، ايمان حيت ما عنده شغل، مش مخلص على، ماشي ما عنده شغل، اجل مخلص على هذا الشيء، لحقاش انا من المراسلين اللي كيثيروا الجدل، يعني كنمشي لجماعات قرويه وكنوقف مع المواطن، كنتقاتل مع المواطن حتى كنجيبوا حق المواطن، وما كنتباعوا ما كنتشراوا، والمراسل اللي ما كيتباع ما كيتشرى ما كيكونش محبوب، كيكون عدو، عدو المسؤول، يعني المراسل اللي عنده قيمه وما كيتباع ما كيتشرى كيكون عدو، ما كيكونش كيبغيه حتى شي واحد، لحقاش ما عندكش مين تدوز له. بالنسبة للدباب الإلكتروني كنهضر على داك اللي عادل، اللي عادل هو دباب إلكتروني اللي كل ما فوقاش ما نطلع في شي بث مباشر يلقى حدايا، ما يمكنش. اما جماعه قلدمان فدرت فيها التغطيات اعلاميه، مشينا سمعنا الهموم الساكنه ومشاكل الساكنه، مشينا سمعنا مشاكل الساكنه في بشيين، اذا كنت انت او انت من جماعه قلدمان فاطلعي شوفي البشيين، شوفي الناس عايشين في بوطويات ديال الضو 10 سنوات هما طايحين، شوف الناس كي عايشين
في البشيين في قلب السلوكه ديال الضو، في قلب السلوكه السلك شاعل ديال الضو، والناس عايشين في وسطهم. فاين الجماعه يا اختي؟ 10 سنوات والبوطو طايح ديال الضو، اين الجماعه؟ وتم الابار محفوره ومبلعه والناس ما كتستافدش يا اختي. والناس ما كتستافدش يا اختي من الماء. فهذا هو الدور ديالنا يا اختي، الدور ديالنا بالنسبه للبشيين. لا، في جماعه قلدمان، داك المستوصف، داك المستوصف من غير ازمه من غير كوفيد، علاش كيخدم غير في الثلاث والخميس؟ يعني اللي بغى يمرض خصو يمرض اما الثلاث اما الخميس. علاش دايرين ممرضه وحده في جماعه بشيين اللي كتضم ساكنه كبيره؟ ممرضه الله يكون في عوالها، ممرضه وحده مجموعه من الساكنه. علاش المعدات الطبيه ما كاينينش في البشيين يا اختي ديال جماعه قلدمان؟ علاش لومبيلونس ديال جماعه قلدمان تحولت السيارة ديال التقني سيارة شخصية؟ حيدوا منها حيدوا منها الإشعار ديال الأمبيلونس، حيدوا منها الإشعار ديال الأمبيلونس وخلاوها السيارة ديال الشخصية ديال التقني. ما تهضريش معايا، أنا ما أنا إلا ناقل للخبر، هضري مع المسؤول اللي عندكم في قلدمان وطرحي عليه هاد المشاكل اللي مشات عينتهم قناة شوف تي في، وما قناة شوف تي في إلا ناقلة للخبر يا أختي. شوفي الأمبيلونس اللي خصها تهز المواطنين، ردوها سيارة شخصية ديال تقني. واش أمبيلونس لخدمة المواطن كتولي سيارة شخصية ديال تقني؟ 2018 يا أختي، واش كتعقلي على السيدة اللي جاها المخاض باش تولد؟ ما هي مشات المستوصف ديال البشيين لقاتهم مبلع، بغاو يديوها لتازة، ماتت في الطريق. والغريب في الامر يا اختي، داك السيده خلات 6 ديال البنات الصغار ما عندهم حتى 7 سنين، الكبيره عندها 12 عام. يا لالا انت ما شتيش هادشي؟ عنك اي كلمه اسحب يا اختي، اي كلمه اسحب؟ بالعكس، خصك تحاسبي المسؤول ديال قلدمان، ما تحاسبينيش انا. انا ما انا الا ناقل للخبر، اقوم بواجبي امام ربي اللي خلقني وامام وطني، وكنادي الرساله الاعلاميه اللي عطياها لقناه شوف تي في للمقر ديالها بالدار البيضاء. ما يمكنش المقر ديال الشركه ديال اللي كنخدم معاه في الدار البيضاء شوف تي في، وانا غادي نشوف خروقات في قلدمان في قلدمان، وغادي ندخل الامانه الاعلاميه ونقول لهم راه العام زين، راه العام زين، راه قلدمان مزيانه، دور معايا. لا يا اختي والف ولا، لا يا اختي، لست انا من يباع او يشترى يا اختي. علاش يا اختي في 2017 خرج واحد القرار ديال 480 مليون باش تزفت 26 كيلومتر ديال الطريق في جماعه قلدمان؟ علاش ما تزفتش؟ تهزت غير الرمله اختي من واد بورجراف، وشوفي الطريقه باش تهزت الرمله بواد بورجراف. واش داك الرمله تهزت بطريقه قانونيه او غير قانونيه يا لالا؟ واش داك الرمله تخلص عليها في هو في حوض السبو ولا ما تخلصش عليها في حوض السبو؟ هنايا خصك توجهي الاسئله ديالي للمسؤول ديالكم في جماعه قلدمان، ولست انا يا اختي. واعيدها، ما نحن الا ناقلين للخبر يا اختي، ما كنجيبوش شي مواضيع من راسنا او التحريف. والدليل هو اللايف. شنو كيعني اللايف؟ يعني كنحطكم في المباشر، ما عندناش المقص وما عندناش المونتاج. متتبع قناه شوف تي في مباشره معكم، يعني راكم لايف يا لالا. اما انني نسحب كلمه دباب، فداك السيد عيق علينا يا لالا، فوقاش ما نطلعوا بث مباشر يطلع يسبنا يوميا، يسبنا. ف اذا كنت اديتك، اذا كنت سيدي اديتك، فاعرف ان المسؤول ديالك ليس بمسؤول يا أخي. بالنسبة للرئيس ديالكم يا أختي،
بالنسبه تحيه الشيف، بالنسبه للرئيس ديالكم يا اختي، كنت قمت بالزياره الاولى ديالي في جماعه قلدمان، عيط لي واحد المستشار يا اختي، انا نهضر معك بكل طلاقه بكل نزاهه بكل موضوعيه، مشينا غطينا على خروقات ديال شي طريق، اتصل بيا الرئيس ديالكم ديال جماعه قلدمان على اساس حق الرد يا اختي، حنا كقناه شوف تي في كنقبلوا حق الرد وكيعجبنا حق الرد باش كتبقى القناه محايده وكتبقى في الوسط، يعني كتسمع الطرف الاول والطرف الثاني اللي عنده حق الرد. اتصلت به باش هو اتصل بينا في الاول باش يدي حق الرد، اتصلت به مباشره واحد اربعه ايام قلت له باش نحددوا تاريخ حق الرد، قال لك لا اتنازل عن حق الرد. هنا السؤال المطروح، واش التنازل عن حق الرد واش هو استصغار ديال المراسل او خاف من الاسئله المحرجه ديال المراسل يا اختي؟ وهنا يمكن لك تجاوبي، اما استصغر المراسل يا اختي انه مرضاش بيا انني هو رئيس جماعه، ما انا الا مراسل صحفي بسيط وضريف وهادي 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 وهادي، او خاف من الاسئله المحرجه ديال المراسل النزيه قناة شوف تي في والمثير للجدل. هنا يمكن نتحطك في السؤال، وللذكر يا اختي نحن مراسلي قناة شوف تي في لا نخاف من احد، بل نخاف اننا نغلطوا مع شي واحد. فمرحبا بكم معنا متابعي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر على القناة، الف تحية لكم من هذا المنبر، تحية لكم وتحية للجيم. وبالنسبة للخروقات يا أختي راه ماشي غير قلدمان، راه مجموعة من الجماعات اللي درنا لهم التغطية الإعلامية. واك واك الحق، واك واك الحق، 2021 ولا مشينا دابا غير شي دوار تلقى شحام واحد راه ما فطرش، 2021 شحام واحد تلقى ما وصلاتو شي القفة ديال الإعانة، راه إلا مشينا درنا تغطية القفة ديال الإعانة راه حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. احلام احلام، شكرا ايمان ايمان، الف شكر، مرحبا بكم معنا اصدقاء القناه قناه شوف تي في. لا يا اختي لا 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 يا اختي ساميه، لا يا اختي، يمكن غير في اقليم تازا اللي ما عندناش الحق في المعلومه يا اختي. انت ملي كتلقاي رئيس جماعه، رئيس جماعه كيطلع في بث مباشر مع مدون فقط وليس بصحفي وليس بإنسان مطلع على قانون الصحافة، مدون علاش؟ باش أنه يقدر يقنعو بداكشي اللي غادي يقول، لكن أنا ما يقدش يطلع معي في بث مباشر أو يدل معي أو يدل معي حق، علاش؟ لحقاش طالع على شنو كاين في جماعة، وعارفني الأسئلة اللي غادي نطرح عليه، غاديش نقول له الإنجازات ديالك، غادي نقول له علاش البشيين المستوصف كيخدمو غير ثلاثة في الخميس؟ غادي نقول له علاش البشيين المستوصف ما فيش معدات طبيه، وعلاش البشيين اختي سياره الاسعاف ولات سياره ديال النقل خاص، وعلاش البشيين البوطويات ديال الضو طايحين على عباد الله، وعلاش البشيين يا اخت سي اسماعيل تحيه، الله يحفظك اسمك، لا اختك اسد، الله يحفظك اسد، تحية. راك عطلة اسد. فما عسانا ان نقول، الله يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء. متابعي قناه شوف تي في، الف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا اصدقاء القناه، والف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر القناه. الله ليلى استمتعنا معكم بهذه الجوله متابعي قناه شوف تي في الجميله والرائعه، والله استمتعنا معكم متابعي القناه قناه شوف تي في. تحيه لك اخي، شكرا لك، تحيه لك اخي، شكرا لك سيدي حميد، واقولها
حتى السامية، ما نحن إلا ناقلين للخبر، احنا ما كنزيدو مراسنا ما كننقصو مراسنا، نقل الخبر. كنمشيو عند مواطن كنسمعو منه وكنشرو وكنشرو المعاناة ديالو والهموم ديالو. متابعي قناة شوف تيفي نشكركم على التواجد معكم ديالكم معنا. نلتقيو بعد قليل بث مباشر اخر ونشوفوا الحملات الامنيه. متابعي قناه شوف تيفي، شكرا لكم معنا، افتحيه لكم على هذا البث المباشر على قناه شوف تيفي. مرحبا بكم سيدي حميد، اعطيهم. شكرا لك سيدي حميد، انا معكم خويا. شكرا لك فاتي فلور خويا نشغل. فاتي فلور يا اختي، ما نحن احنا كنديروا غير خدمتنا يا اختي، احنا كنديروا غير خدمتنا بكل امانه. احنا كنديروا غير خدمتنا بكل امل. بكل امانة وبكل موضوع يا متابعي قناة شوف تيفي. فافتحية لكم بهذا المنبر منبر القناة، وتحية لكم اصدقاء قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا، مرحبا بالجميع جميع متابعي قناة. مرحبا احلام، غادي نخليكم دابا غادي نلتقوا بعد قليل متابعي قناه شوف تيفي في جوله اخرى متابعي قناه، نشوفوا التعزيزات الامنيه باقليم تازه. استودعكم الله والى اللقاء.